اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على علي أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، قال في نهج البلاغة في أواخر الخطبة القاصعة: ولقد علمت موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره. ويكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه عرفه يعني ريحة مؤخرة أنفه ولقد كان يمضغ الشيء ثم يلقمني وما وجد لي كذبة في قول الكذبة مفردة الكذب مو كذبة كذبة ولا خطلة في فعل الخطلة يعني الخطأ من غير تعمد ودراية من بعد ذلك يقول بأبي وأمي ولقد كان يجاور في كل سنه بحراء فاراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله صلى الله عليه واله وخديجه وانا ثالثهما ارى نور الوحي واشم ريح النبوه ولقد سمعت رنه الشيطان انينه لما نزل عليه الوحي فقلت يا رسول الله ما هذه الرنه؟ قال يا علي هذا الشيطان أيس من عبادتي يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خير أرحب مجددا بالضيوف الكرام الوافدين من المحافظات حفظت نهج البلاغة الذين حلوا ضيوفا في بيتهم الأول والأخير حرم سيدي ومولاي بالفضل العباس عليه السلام كذلك أرحب بالسيد نائب الأمين العام العتبة العباسية المقدسة الأستاذ عباس كذلك أرحب بأعضاء مجلس الإدارة سماحة السيد ليث الموسى والمحترم السيد عباس الموسى والمحترم كذلك الحاج جواد المحترم وأرحب بمدير قسم التطوير الدكتور محمد حسن المحترم كذلك نرحب بالدكتور الكبير الفاضل رئيس المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة الدكتور مشتاق وارحب بجميع الدكاترة والشهادات والمحترمين نبدأ الآن في عينية عبد الباقي العمري وهي من أولويات المناهج في حياتي بعد نهج البلاغة وبعد أدب آية الله السيد محمد سعيد الحبوبي الحافظة الكبيرة السيد زهراء من كربلاء المقدسة بسم الله الرحمن الرحيم <applause> اللهم صل على محمد وآل محمد عينية عبد الباقي العمر البغدادي في حق أمير المؤمنين عليه السلام أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع وأنت حيدرة الغاب الذي اسد البرج السماوي عنه خاسئا الرجعة وانت باب تعالى شان حارسه بغير راحه روح القدس ما قرع، وانت زوج ابنه الهادي الى سنن من حاد عنها عداه الرشد فانخزع، وانت نقطه باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمع، وانت والحق يا اقضى الانام به غدا على الحوض حقا تحشران معا وانت صنو نبي غير شرعته للانبياء اله العرش ما شرعا وانت من بنداه عز من طمعا وفي جدا من سواه ذل من قنعا وانت, وأنت بالطبع سيف تاره عطبا يسقي الثغور ويشفي مره طبعا وانت ذو منصل صل, صل ينظمض فيه غمد كلغد لمكر الكفر قد بلعا، وأنت ضئضئ مجد في مدى أمد، قد فصل الدهر أوصالا ومن قطع، وأنت من حمت الإسلام وفرته، ودرعت لبدتاه الدين فالدرعا، وأنت من فجع الدين المبين به، ومن بأولاده الإسلام قد فجعا، وأنت عين يقين لم يزده به، كشف الغطاء يقينا اية قشعا، وانت انت الذي لله ما فعلا، وانت انت الذي لله ما صنعا، وانت انت الذي لله ما وصلا، وانت انت الذي لله ما قطعا، وانت انت الذي للقبلتين مع النبي اول من صلى ومن ركعا، وأنت أنت الذي في, لي في نفس مضجعه في ليل هجرته قد بات مضطجعا وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا حكمت في الكفر سيفا لو هويت به يوما على كتد الأفلاك لن خلع محدب يتراءى في مقعره موج يكاد على الآفاق أن يقعا اسلت من غمده نارا مروقه تجرع الكفر من راوقها جرعا حكى الحمام حماما من حسام كفي لسان نار على هاماتهم سجعا بذي فقارك عنا اي فاقره قصمتها ودفعت السوء فاندفعا اراد سيفك في ليل العجاجه ان يروي السنا عن لسان الصبح فاندلعا عالجت بالبيض امراض القلوب ولو كان العلاج بغير البيض ما نجعا. والرعد قد ظن طرف البرق فيك كبا، لما اغرت على العليا فقال لعا. والليل لما تسمى كافرا بشبا، قرضا ببطشك قد غادرته قطعا. وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلعا. باريت شمس الضحى في جنه بزغت في يوم بدر بزوغ البدر اذ سطعا لله در فتى الفتيان منك فتى ضرع الفواطم في مهد الهدى رضعا لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر البراهين تعظيم بها قطعا ربيب طه حبيب الله انت ومن كان المربي له طه فقد برعا رعاه مولاه من راع لامته لجده وابيك الحق فيك رعا اخاك من عز قدرا ان يكون له اخا سواك اذا داع الاخاء دعا سمتك امك بنت الليث حيدره اكرم بلبوه ليث انجبت سبعا لك الكساء مع الهادي وبضعته وقرتي ناظريه ابنيك قد جمعا لئن توجع في يوم الطفوف لهم فما سوى الله والله اشتكى الوجعا فما سوى الله والله اشتكى الوجع قد خادعوا منك في صفين ذا كرم ان الكريم اذا خادعته انخدعا، نهج البلاغه نهج عنك بلغنا رشدا به اجتث عرق الغي فانقمعا، به دمغت لاهل البغي ادمغه لنخوه الجهل قد كانت اشر وعى، كم مصقع من خطاب قد صقعت به فوق المنابر صقع الغدر فانصقعا. ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع أحسنتم باباتي صل على محمد وآل محمد بوركتي باباتي ثم أعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت وأشعر قلبك الرحمة للرعية لا تتخذن عدو صديقك صديقا هاي وين بوصيته الإمام الحسن عليه السلام كملي لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك وامحظ أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة وتجرع الغيظ فاني لم ار جرعه احلى منها عاقبه ولا الذ مغبه ولن لمن غالظك فانه يوشك ان يلين لك. عظيم. وخذ على عدوك بالفضل فانه احلى الظفرين وان اردت قطيعه اخيك فاستبق له من نفسك بقيه يرجع اليها ان بدا له ذلك يوما ما ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه. شرحيها الاخيره. أي أنه إذا قصد إليك أحد الناس في حاجة فصدق ظن يكون عند حسن ظنه وقضي حاجته إيه صدق ظنه بالواقع قريل الكتاب مال الإمام اللي رقم 11 اللي دز المعاوية وأما طلبك إلي الشام اقري لي كله وأما طلبك إلي الشام فإني لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس وأما قولك إن الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشات أنفس بقيت ومن اكله الحق فالى الجنه ومن اكله الباطل فالى النار واما استواؤنا في الحرب والرجال فلست بامضى على الشك مني على اليقين وليس اهل الشام باحرص على الدنيا من اهل العراق على الاخره واما قولك انا بنو عبد مناف فكذلك نحن ولكن ليس اميه كهاشم ولا حرب كعبد المطلب ولا ابو سفيان كابي طالب ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح كاللسيق ولا المحق كالمبطل ولا المؤمن كالمدغل ولا بئس الخلف خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم الله أكبر وفي أيدينا بعد فضل النبوة التي أذللنا بها العزيز ونعشنا بها الذليل ولما أدخل الله العرب في دينه أفواجا جميل شو اسم عبد المطلب اللي ذكرتي عبد المطلب عليه السلام اسمه شيبة الحمد ليش صاحوا لعبد المطلب سمي بهذا سموه أهله بهذا الاسم لأنه عند ولادته كانت لديه خصلة بيضاء في شعره، فحمد الله سبحانه وتعالى وسمى سموه بشيبة الحمد، وكذلك أيضا كان له أخ كبير بخصوص اسم عبد المطلب كانوا يعني كان يحترمه ويجله كثيرا، فكان يعني بعض الناس يظنون إنه عبد له. فسم... يعني كان يطلقون عليه باسم عبد المطلب أحسنتم باباتي أحسنتم. أجدتم يقول الإمام سلام الله عليه في نهج البلاغة في إحدى الخطب أيها الناس استصبحوا من شعلة مصباح واعظ متعظ لغة عالية استصبحوا يعني اسرجوا مصابيحكم من شعلة مصباح واعظ متعظ متعظ في نفسه واعظ لغيره وامتاحوا الماتح منه الذي يقف على البئر وينتزع الماء سحول ماتح يقول الإمام وامتاحوا من صفو عين قد روقت من الكدر يقول الشيخ محمد جواد مغنية طيب الله تراها الشارح لنهج البلاغة أي انتزعوا الماء لري عطشكم من عين علومه صلوات الله عليه ومما ينسب إليه لقد حست علم الأولين وإنني ظنين بعلم الآخرين كتوم وكاشف أسرار الغيوب بأسرها وعندي حديث حادث وقديم وهني لقيوم على كل قيم محيط بكل العالمين عليم أحسنتم باباتس الزهراء الطالبة زينب الحوراء محمد من محافظة كربلاء ومرارة اليأس خير من الطلب الى الناس والحرفه مع العفه خير من الغنى مع الفجور والمرء احفظ لسره ورب ساع فيما يضره من اكثر اهجر ومن تفكر ابصر قارن اهل الخير تكن منهم وباين اهل الشر تبن عنهم بئس الطعام الحرام وظلم الضعيف أفحش الظلم، إذا كان الرفق خرقاً كان الخرق رفقاً، ربما كان الدواء داء والداء دواءً، وربما نصح غير الناصح وغش المستنصح. عظيم، والعقل حفظ التجارب. وخير ما جربت ما وعظك، بادر الفرصة قبل أن تكون غصة. ليس كل طالب يصيب ولا كل غائب يؤوب ومن الفساد اضاعه الزاد ومفسده المعاد ولكل امر عاقبه سوف ياتيك ما قدر لك التاجر مخاطر ورب يسير انمى من كثير لا خير في معين مهين ولا في صديق ظنين ساهل الدهر ما ذل لك قعوده الله زين لا تتخذن عدو صديقك صديقا فتعادي صديقك وامحض اخاك النصيحه حسنه كانت ام قبيحه شرحي لي اياها وامحظ وامحض اخاك وامحظ اي اخلص له حسنتي. لاخيك بالنصيحه ان كانت عسل الى قلبه او مره الله احسنتي وتجرع الغيظ فإني لم أرى جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة ولن لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك وخذ على عدوك بالفض فإنه أحلى الظفرين وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما أحسنتم الحافظه زهراء فارس من النجف الاشرف مدينه سيدي ومولاي امير المؤمنين عليه السلام وهي تقريبا اول حافظه كامراه في نهج البلاغه عندي يعني اني سي زهراء باباتي احنا مسموعنا حافظه الخطبه الاولى قرينا الخطبه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه. اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه ومن قرنه فقط ثناه ومن ثناه فقط جزأه ومن جزأه فقط جهله ومن أشار إليه فقط حدّه ومن حدّه فقط عدة ومن قال فيما فقد ضمنه ومن قال علامه فقد أخلى منه أحسنتم كائنة. باباتي يقول سيدي ومولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة في إحدى خطبه فاستودعهم في أفضل مستودع وأقرهم في خير مستقر تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام كلما مضى منهم سلف قام منهم بدين الله خلف حتى أفضت كرامة الله إلى محمد صلى الله عليه وآله فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وعز الأرومات مغرسا الأرومات يعني الأصول من الشجرة التي صدع منها انبياء شقه وانتجب منها امناء انتبه شوف شو يقول الامام عترته خير العتر والنعم واسرته خير الاسر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وبسقت يعني ارتفعت الباسق يعني العالي نبتت في حرم وبسقت في كرم لها فروع طوال وثمر لا ينال احسنت باباتي السِّزَارَةِ انطي الطالبه الصيدلانيه فاطمه مختار من بغداد باباتي ان شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأثمَ وإخوان الظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل أعصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك ثم ليكن آثارهم عندك أقولهم بمر الحق لك هاي شرحي لي أي ليكن أفضلهم عندك آثرهم أي أفضلهم أو أقربهم عندك أكثرهم قولا لك بمر الحق أو أقولهم بالحق وإن كان مرا عليك أحسنتي أكمل أكمل أقولهم بمر الحق لك وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعا ذلك من هواك حيث وقع والصق بأهل الورع والصدق عظيم ثم رُضهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله. هاي شرحي لي اياها. أي روضهم وهي من أي عودهم وهي من الرياضة أي الترويض. على ألا يطروك والإطراء هو كثرة المدح. ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، لا يفرحوك أحسنتي. بعمل باطل أنت لم تفعله. الله ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة وألزم كل منهم ما ألزم نفسه أحسنتي طيب وأكثر مدارسة العلماء ومنافسة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك أحسنت دكتورة الحافظة زينب وسام من بغداد طالبة أعدادية باباتي سيد زينب ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإنه لا يدي لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته عظيم ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة عظيم أحسنتي وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك فإن ذلك يطامن عليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء اليك بما عزب عنك من عَقْلِكَ عظيم احسنتي. اياك ومسامات الله في عظمته. والتشبه به في جبروته، فان الله يذل كل جبار ويهين كل مختال. احسنتي. انصف الله وانصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فانك الا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. ومن خاصمه الله أدحض حجته عظيم وكان لله حربا حتى ينزع ويتوب وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ احسنتم صلى على محمد وآل محمد يقول ولست بمبدل للجليل إجابه يوم القيامه متى قيل لي دين عليك فاده شقل سوى انني رق لال محمد وقد يضمن المولى جريره عبده السلام على بني هاشم وهم ملح الارض الله يا بني هاشم فالامام يقول إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم انتهت هذا هو. كل هالعبارات موجودة في نهج البلاغة أحسنتي أنطل الميكروفون إلى س الزهراء فارس س الزهراء س الزهراء قرينا كيفك قرينا من الكتاب اللي من محاسن الكتب وذكرت أنه ليس لي ولأصحابي عندك إلا السيف لقد أضحكت بعد استعبار شوية الصوت ألفيت بني عبد المطلب عن الأعداء ناكلين وبالسيوف مخوفين فسيطلبك من تطلب ويقرب منك ما تستبعد وأنا مرقل نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار أحسنتم انطرت الزهرة الزهراء باباتي من البداية قليل الكتاب اللي من محاسن الكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله لدينه وتأييده إياه بمن أيده من أصحابه فلقد خبأ لنا الدهر منك عجبا إذ طفقت تخبرنا ببلاء الله عندنا ونعمته علينا في نبينا فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر هاي من يشرح لي اشرحي فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر. استاذ هجر هي مدينة مشهورة بالتمور عظيم والنخيل، إما أن تكون واقعة في البحرين أو اليمن. زين. وكأنما يعني شخص يحضر التمر ويبيعه في منطقة هجر، هي أصلاً هي كلها تمور ماكو ما حاجة انه هو زين، هجر. فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر أو داعي مسدده إلى النضال، وزعمت أن أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان زينب فلن... الحوراء انطيها الميكروفون بسرعه. احمل نفسك من اخيك عند صرمه على الصله. وعند صدوده على اللطف والمقاربه، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدته على اللين، وعند جرمه على العذر، حتى كانك له عبد وكانه ذو نعمه عليك، واياك ان تضع ذلك في غير موضعه او ان تفعله بغير اهله. احسنتِ. حكمت في الكفر فتبيت يعني غرانا من عينية العمر بابا حكمت في الكفر سيفا لو هويت به يوما على كتد الأفلاك لن خلع محدب يتراءى في مقعره موج يكاد على الآفاق أن يقع أحسنتي بالميكروفون سيد الزهراء ونختم ولولا ما نهى الله عنه من تسكية المرء نفسه خلي أنا وحدة أنت وحدة لذكر ذاكر فضائل جمة تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجها آذان السامعين فدع عنك من مالت به الرمية فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا لم يمنعنا قديم عزنا ولا عادي طولنا على قومك أن خلطناكم بأنفسنا فنكحنا وأنكحنا فعل الأكفاء ولستم هناك وأن يكون ذلك كذلك ومنا النبي ومنكم المكذب أكمل أستاذ يلا وانا يكون ذلك كذلك ومنا النبي ومنكم المكذب ومنا اسد الله ومنكم اسد الاحلاف ومنا سيدة شباب اهل الجنه ومنكم صبيه النار ومنا خير نساء العالمين ومنكم حماله الحطب في كثير مما لنا وعليكم فاسلامنا ما قد سمع وجاهليتنا لا تدفع وكتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا وهو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين على ذكري على ذكر شرف رسول الله صلى الله عليه وآله أحسنتم باباتي صلى على محمد وآل محمد الحافظة رقية محمد والدها منتسب بالعتبة العباسية المقدسة حج محمد وهو كذلك في درس نهج البلاغة للرجال يعني بالعتبة العباسية المقدسة الصير أخت الحافظة زينب الحوراء لا غنى كالعقل وامشي ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالادب ولا ظهير كالمشاوره قلوب الرجال وحشيه فمن تالفها اقبلت عليه السخاء ما كان ابتداء فاما ما كان عن مساله فحياء وتذمم عيبك مستور ما اسعدك جدك قرنت الهيبه بالخيبه والحياء بالحرمان والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير أحسنت باباتي ذو النور إن نسج الضلال ملاءة دكناء فهو لسجفها هتاكو علام أسرار الغيوب ومن له خلق الزمان ودارت الأفلاك يقول في عضبه من ريخها وبغرة الملهوب منها مرزم وسماك طعن كافواه المزاد ودونه ضرب كاشداق المخاض دراكو يقول متعاظم الافعال لاهوتيها يقول لأفعالك لا من اللاهوت عجيب للامر قبل وقوعه دراكو واقول لسيدي ومولاي ابي الفضل العباس يا ابا الفضل وما املحها كنية تحلو مذاقا بفمي هاكها غراء قد وشحها لؤلؤ لولاك لم ينتظمي أملت منك بأن تمنحها بقبول منك يا ذا الشيم لم أقل ما قلت إلا شغفا بك يا حلية جيد الزمني والنعم يا أبو فاضل ليس قصدي وقصيد اختلف أنا من وافق سري علني وأقول للموقرة الصغيرة في عمرها الكبيرة في شأنها الحافظة رقية محمد أقول لها إن يُحتقر صغراً فرب مفخم يبدو ضئيل الشخص للنظار، إن الكواكب في علو محلها لترى صغاراً وهي غير صغار. شاكر لفضلكم وشاكر لآبائكم وأمهاتكم، أشكر جميع الإخوة العاملين بالعتبة العباسية المقدسة، حقيقة أشكرهم الشكر الكبير. لاتاحه هكذا مشاريع مفصليه ومهمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته